بسم الله الرحمن الرحيم. أحد للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم هذه المادة القيمة. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. هذا الدرس الذي اقترحه اقترح عنوانه بعض الإخوان أريد أن أتوبه، ولكن أساس الدرس الكلام على العوائق التي تحول بين بعض الناس وبين التوبة. يعني يقول أريد أن أتوب، ولكن مثلا كيف يغفر الله الذنوب هذه كلها؟ أريد أن أتوب ولكن أصدقاء السوء لا يدعون، سيشهرون بي. أريد أن أتوب ولكن لا أعرف الأحكام، ما لا أعرف كيف أتوب. بعض الأحكام أنا تركت صلوات وتركت زكاة وتركت كذا وسرقت مال وعندي أموال ربوية، لا أعرف كيف أتوب. فإذا نحن أيها الإخوة ركزنا أصلا في الدرس حول هذه النقاط التي هي تشكل عقبات في طريق التائبين، أو أمور تزيل ذلك الحرج الذي لا يجعل الشخص ينتج في المجتمع المسلم نتيجة الكابوس الذي يبقى فوق رأسه. وقبل أن نذهب في أسئلتكم، وأنا لا أنوي الإطالة يعني بالأسئلة حتى لا يحصل الملل أكثر مما حصل، أريد أن أذكر بعض الأحكام قبل أن تأتي الأسئلة، لأن الأحكام التي سنذكرها ربما تجيب أصلا عن بعض الأسئلة المطروحة، وهذه الإجابات على هذه الأسئلة قد جمعتها من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم، وبعض الأشياء سألت فيها الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله والشيخ محمد بن صالح بن العثيمين والشيخ عبد الله بن جبرين. بعض الناس يحول بينهم وبين التوبة عدم معرفتهم بالأحكام. ومثلا رجل كان تاركا للصلاة ثم اهتدى، ماذا يفعل بصلواته الماضية؟ هذه المسألة فيها نزاع بين أهل العلم، والأرجح والله أعلم أنه لا يلزمه القضاء، ولكنه يكثر من التوبة والاستغفار وصلوات النوافل، وصلوات النوافل لعلها تعوضه عما فاته، لأن الوقت لا يمكن إرجاعه مرة أخرى، وهذا ليس معذورا كالنائم والناسي. الخلاف طويل، هذا الملخص. أو كذلك رجل ترك الطمأنينة في الصلاة، رجل صلاته كنقر الغراب، طيب الآن عرف، تاب الله وعرف أن الطمأنينة ركن، كيف يفعل؟ استدلالا بحديث المسيء صلاته أو صلاته لا يجب عليه أن يعيد، وإنما يستأنف الآن الصلاة بطمأنينة. رجل ترك الصيام، هذا الرجل إن كان تركه للصيام حاصل وهو يصلي ولم يرتكب مكفرا، يعني ترك الصيام وهو لا يزال مسلم، فهذا عليه أن يقضيه الآن، الصيام الماضي الذي تركه. أما إذا كان أصلا كافر مستهزئ بالدين مرتد عن الإسلام تارك للصلاة بالكلية، فهذا لا يؤمر بإعادة الصيام، لأنه كان عند تركه للصيام كان كافرا، والرسول صلى الله عليه وسلم ما طلب من الصحابة الذين أسلموا أن يعيدوا الصيام الذي فاته مثلا، وكذلك الزكاة. لكن رجل، يعني نضرب مثال بمسألة تحصل ويسأل عنها بعض النساء، تقول المرأة مثلا أنا عندما بلغت لم أخبر أحدا ببلوغي لأني خجلت ممن حولي، وتظاهرت بالإفطار، أفطرت حتى لا يحسوا بأنها قد بلغت لأنه أمر مخجل عندها، وما أعلمتهم وتركت الصيام. وبعد الآن مثلا سنوات طويلة تقول ماذا أفعل بصيامي الذي تركته؟ فالجواب أن توبتها إلى الله عز وجل تقضي بأن تصوم
هذه المرأة ما فاتها من الأيام في بداية بلوغها أو بعده، مثلا تركت الصيام سنتين شهرين، فهذه تطرح من الشهرين من الرمضانين تطرح منهما أيام حيضها، لأن أصلا لا يجب عليها، أقصد تصوم هذه الأيام الحيض اللي هي تقضيها أصلا، كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، تصوم أيام الحيض وغيرها، يعني تصوم الشهر كامل الذي تركته، وإن كانت صامت بعضا وأفطرت بعضا فإنها تصوم ما فاته منها. ولكن إذا أخرت ذلك الصيام حتى جاء رمضان الذي بعده ولما تقضيه بعد، فعليها بالإضافة إلى الصيام قضاء الصيام إطعام مسكين عن كل يوم. يقول الشيخ عبد العزيز، وهذه فتوى ستة من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، أن من أخر صيام رمضان حتى دخل رمضان الذي بعده فإن عليه بالإضافة إلى قضاء الصيام إطعام مسكين عن كل يوم أخره من رمضان هذا إلى الذي بعده. وقد يقول قال أنا مضى علي 20 رمضان وأنا ما صمت 3 أيام أو ما صمت رمضان كامل قبل 30 سنة، فهل تتضاعف الكفارة طعام المسكين؟ فنقول لا، كما أجاب عن ذلك أهل العلم، لا تتضاعف الكفارة، تقضي ما فاتك في الماضي وتطعم عن كل يوم مسكينا. بالنسبة للزكاة، إن كان قد ترك الزكاة وهو مسلم أو ترك بعضها، أو مثل ما يفعل بعض الناس الآن يجي على الزكاة يأخذ من عرض مالي 20,000 طلع وعنده ملايين الملايين، يمكن الزكاة تطلع 1,000,000، لكن هذا الرجل مستهتر، زكاة هاي 20,000 طلع زكاة، أخذ له مبلغ وطلعه وهو أكثر، فعليه أن يقدر كم الذي تركه من الزكاة، وهو الآن يتوب إلى الله، كم الذي تركه من الزكاة فيؤديه فيخرجه باق في ذمته دين عليه لله عز وجل. امرأة تركت زكاة ذهب الحلي، فيقول الشيخ عبد العزيز حفظه الله، إن كانت تركته لشبهة، كأن تركته لعلمها أنه لا زكاة فيه، كانت مقتنعة من قبل أنه لا زكاة فيه، فهذه ليس عليها إعادة إخراجه للشبهة التي حصلت عندها في الحكم، لكن لما تغيرت قناعتها وعرفت بالدليل وجوب الزكاة في الحلي، فإنه يجب من عند تلك اللحظة أن تخرج الزكاة التي عليها ولو لسنوات مضت، تقدرها تقديرا إن استحال التعيين المبلغ. بالنسبة الآن، يعني هذه بعض العبادات من جهة الله عز وجل. طيب، بعض الناس الآن يتوبون وقد نشروا بين الناس أفكارا ضالة، أعد رجل علماني أو رجل مخرف في العقيدة أو حامل لواء بدعة يظلم الناس، أو رجل يكتب قصص لكنها سم ضد الدين، أو يؤلف الأشعار ينظم الأشعار الساقطة مثلا، هذا رجل إذا هداه الله عز وجل ماذا يفعل؟ يقول الله عز وجل إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. فلا تكفيه التوبة، مجرد التوبة، وإنما يجب أن يزيد عليها تبرؤه مما فعل في الماضي، يعلن للناس الذين أعلن لهم الشرك والكفر والبدعة والفساد، يعلن لهم أنه قد تاب منها وأنه بريء من كل ما كتب في الماضي. وليس ذلك فقط، بل إنه يرد على نفسه، يعني يقول أنا قلت كذا وأحذركم إن كلامي كان خطأ